هي ما طلعتش ليه لغايه دلوقتي؟ دي اعلانات يا بابا، ربنا يزود لها من اعلانات. ربنا يوفقك ويكرمك يا رب يا فرحه يا حبيبتي. والواد شنبي ما جاش ليه؟ تلاقيه قاعد بيتفرج لوحده فوق، ربنا يكون في عونه، تلاقيه على اعصابه. وقعد لوحده بيتفرج ليه؟ ما يجي يتفرج معانا. ايه يا ابني انت فين؟ البرنامج هيبتدي. انت بتعمل ايه؟ معلش يا بكت، اصلي مخنوق شويه، هروح اقعد كام يوم عند امي في اسكندريه. مخنوق ليه يا شلبي؟ لا ابدا مفيش حاجه، اصل ساعات الواحد بحس ان هو تقيل قوي ويبقى عايز يقعد مع نفسه شويه. معلش مش عايز دمي يبقى تقيل وانتوا مبسوطين وفرحانين. انا عارف ايه اللي انتقل دمك يا شلبي. انت بتغير من فرح. انا غير من الفرح؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا باكت؟ اسمع يا شلبي، انت خايف لو فرح تنجح وتبقى مشهوره وتحقق اللي انت كان نفسك تحققه. باكت انا فاهمك يا شلبي وحاسس بيك. انا عارف انك انت بتحب فرح، بس عايز اقول لك على حاجه. الراجل مننا مهما كان بيحب مراته ما يحبش مراته تبقى انجح منه. انا عارف ده كويس، وعمر الحل ما يكون تاخد بعضك وتمشي، لا بالعكس، انت تقف جنبيها تساعدها تشجعها، ساعتها هتكبر في عينيها وهتكبر انت كمان قدام نفسك. يلا يلا عشان تتفرج على فرح، الحلقه هتبتدي، وكمان لما فرح تيجي تبقى تديها ملحوظاتك. يلا يا شباب يلا. اوعى يا رمزي، خش كده شويه، اقعد جنبها يا شباب. هي بدأت؟ لسه ما بدأتش، ده التتر بس. المزيكا بلدي قوي، كان المفروض يرجعوا لك مزيكا التتر. مش عايز فتاوى يا دنت، واخلص خالص. بس عايزين نسمع يا بنت المجنونه انت وهي. سوري يا عائشه، سوري يا حبيبي. سوري. مساء الخير. بصراحه كده وفي البدايه يعني عايزه اقول لكم ان انا خايفه ومرعوبه جدا، لان دي اول مره اقف قدام الكاميرا في حياتي. طبعا انتم متعودين ان الشرف دايما بيكون راجل، زي برضو مصمم الازياء الحريمي برضو بيبقى راجل، حتى دكاتره النساء والولاده الشاطرين جدا برضو رجاله. دي المقدمه اللي انا كاتبها لها، شفتوا الدخله؟ انما هنا بقى في القناه قرروا ان هم يغيروا ويجيبوا واحده ست هي اللي تطبخ، مع ان ده العادي يعني. شربات. بس قبل ما ابدا انا عايز اقول لكم على حاجه، انا سبب وقفتي قدامكم النهارده واللي علمني كل حاجه واستاذي هو جوزي الشيف شلبي، احسن شيف فيكي يا مصر، وانا طبعا المساعده بتاعته. وبصراحه هو اكتر واحد انا خايفه من رايه بعد الحلقه. فبصوا بقى، لو الحلقه عجبتكم وانا كنت كويسه يبقى الفضل يرجع للشيف شلبي، ولو ما عجبتكوش او عكيت او اي حاجه دي افتكاسات من عندي تماما. ها ده الكلمتين الاخره دول انا ما كتبتهمش، دي بتقول من دماغي. اخرس بقى، خليها تتكلم براحتها.